جزل المعاني صغتها باسم ام ماجد سقتها وكل المدايح قلتها بها الطيبة والغالية ام ماجد ام الصقور وصيتها عود وبخور في مدحها ما بيقصر ام المعاني الوافية على الوفا على النقا صيت ام ما قد ارتقى وطبعها الطيب انتقى هذه الكريمة الغالية. المعاني صغتها بصم ما جد سقتها كل المدايح قلتها بها الطيبة والغالية جزل المعاني صغتها بصم ما جد سقتها كل المدايح قلتها بها الطيبة والغالية أم ماجد هي أم الصقور وصيتها عود وبخور في مدحها ما بي قصور أم المعاني الوافية على الوفا على النقا صيت أم ماجد ارتقى وطبعها الطيب انتقى هذه الكريمة الغالية فخر 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 ومدح أم ماجد فخر شيخ المقام المعتبر النوايا صافية رمز الفخر والمرجلة بالفعل محد يجهلها سطر مواقف مذهلة وفعولها المثالية واشواق لا منها جبالت كانها القمر يوم اكملت كل الخصال تكملت واخلاقها اللي عالية عين المها عطر الورود جمالها فوق الحدود هي بنت عز وبنت جود واشواق مهرة غالية بنت النواميس الكرام وبنت عالين المقام أميرة في عرش الهيام فيها المزايا وفيا اشواق عالي شانها يوم الصقور اخوانها والقاف كل وزانها عساها توف الوافية هو ماجد الصقر المهاب بشموخه يساوي السحاب ما يكفي وصوفه كتاب له سيرة رهاوية سلطان يا خير العظيم يا راعي الصيت الفريد في مدحك احتار القصيد ووزانه المترامية سلطان في الطبع اصيل معروف بخصاله نبي كان في ثبوته ما يميل مثل الجبال الراسية عزام حي الله نبا شامخ وعالي مستوى عالي ومعروف بوفا وكل فعولة سامية جزل المعاني صغتها باسم ام ماجد سقتها كل المدايح قلتها بها الطيبة والغالية ام ماجد هي ام الصقور وصيتها عود وبخور في مدحها ما بي قصور ام المعاني الوافية على الوفا على النقا صيت ام ماجد ارتقى وطبعها الطيب انتقى هذه الكريمة الغالية فخر 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 ومدح ام ماجد فخر شيخ المقام المعتبر النوايا صافية رمز البحر والمرجلة بالفعل محد يجهلا سطر مواقف مذهلة وفعولها المثالية واشواق لا منها قبالت كانها القمر يوم اكملت كل الخصال تكملت واخلاقها اللي عالية